أن تعين الصين وزيراً للدفاع في إطار الحكومة الجديدة ليس خبراً بارزاً، ولكن أن يكون الوزير المعين وهو الجنرال لي شانغ فو خاضعاً لعقوبات أمريكية بسبب تعاونه العسكري مع روسيا، فحينها تصبح القضية أبعد من مجرد تسمية وزير جديد، خصوصاً وأن هذا التعيين يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات بين الصين والولايات المتحدة على خلفية أكثر من ملف. لهذه الاعتبارات يرى كثيرون أن هذا التعيين يندرج في إطار تحدي بكين لواشنطن، فهو قد يكون رسالة باستمرار التعاون العسكري بين الصين وروسيا، كما سيشكل عقبة أمام أي تواصل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية. إذن كيف ستتواصل واشنطن مع وزير الدفاع الصيني الجديد المعاقب أمريكيا؟ هل يؤدي هذا التعيين إلى التصعيد أكثر بين الطرفين أم يدفع واشنطن للتراجع عن عقوباتها عليه؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية إلهام لي، ومعنا من واشنطن مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون السياسية والعسكرية الجنرال مارك كيميت. مرحبا بضيفي. أستاذ إلهام مساء الخير، دعني أبدأ معك. الجنرال لي شانغ فو ضابط أو جنرال صيني مفروض عليه عقوبات من عهد أو من فترة رئاسة الرئيس ترامب في عام 2018 بسبب إبرامه صفقات أسلحة مع روسيا مختلفة. هل هذا التعيين هو عن قصد وتحدي للولايات المتحدة، أم أن الجنرال لي شانغ فو هو يعني بسبب رتبته أو الأسباب لها علاقة بالهيكلية العسكرية هو المرشح الأول للوصول إلى هذا المنصب؟ نعم، أول شيء شكرا جزيلا لاستضافتكم. وفي الحقيقة إذا نراجع السيرة الذاتية لجنرال لي شانغ فو، بأن نجد أنه كان يلعب دورا مهما في تطوير الأسلحة المتقدمة في الجيش الصيني، وخصوصا في الصواريخ، وأيضا في إطلاق الأقمار الصناعية، وأيضا للمشروع لاستكشاف الفضاء. وفي الحقيقة يعني بهذا الشأن يعني زي ما تفضلت، حسب خبراته في الجيش الصيني، وأيضا حسب خبراته في الخدمات العسكرية، وأيضا حسب خبراته للتكنولوجيا المتطورة، هو الشخص المناسب لتعيين كوزير الدفاع الصيني، وخصوصا نعرف أن هناك منافسة شرسة في التكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة في شتى المجالات، ليس فقط في مجال العسكري بل وأيضا في الرقائق وفي المجالات الأخرى. ولكن بالإضافة إلى ذلك أضف بأن الرئيس الصيني فخامة رئيس الصين شي جين بينغ تم بإعادة الانتخاب للولاية الثالثة، لأن يعني من الواضح أن فخامة رئيس الصيني هو المسؤول، أيضا هو الرئيس للجنة المركزية العسكرية للحزب الشيوعي الصيني، وأيضا هو رقم الأول صنع سياسات دفاع للصين. لذلك يعني أتوقع السياسات الدفاع الصيني مستقرة ولا يتغير مع تغيير وزير الدفاع الصيني. وبالإضافة إلى ذلك يعني بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على السيد أو جنرال لي شانغ فو، فكان هناك رفض بشكل شديد من قبل الحكومة الصينية منذ فرض العقوبات في عام 2018. لذلك يعني كانت الإشارة من الجانب الصيني واضح وليس على طيب يعني البعض يقول حتى وزير الدفاع أو منصب وزير الدفاع في الصين على درجة كبيرة من الرمزية، والقرار كما أشرت سيد إلهام ليس القرار النهائي فيما يتعلق بالحرب والسلم والعمليات العسكرية، ليس بالضرورة بيد وزير الدفاع. جنرال كيميت مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. ما رأيك تعيين الجنرال لي شانغ فو وزيرا للدفاع، شخص على قائمة العقوبات الأمريكية، هل هو رسالة تحدي موجهة من بيجين لواشنطن؟ Well,
أنا لا أعتقد بالضرورة أنها رسالة تحدي، ولكن أعتقد أنهم فعلوا هذا مع فهمهم بأنه معرض أو تحت العقوبات الأمريكية. الحكومة الصينية لم تهتم إذا كان تحت العقوبات أم لا، فطبعا هذا سيعقد العلاقات. ولكننا نفهم من هو هذا الرجل، فهو تكنوقراط وهو ليس رجل حرب، وهو في موقف ضعيف، إذا لن تكون هناك تداعيات على القتال. وقضى 6 سنوات الماضية بتبادل التكنولوجيا مع الروس وانتهاك قرارات مجلس الأمن، وأعتقد بأنه ينبغي التذكير أيضا بأنه قد تم تعيينه لأن أباه كان صديقا للرئيس شي، وأبوه أيضا كان قائدا في الجيش في الشمال الغربي أثناء الحرب الأهلية. إذن أظن بأن هذا وضع دبلوماسي الصينيون لم يهتموا به، ولكن بالنظر إلى أنه زعيم ضعيف وفي موقف ضعيف، فالولايات المتحدة لن ترى بأن هذا تحدي كبير للولايات المتحدة. ولكن جنرال كاميت، لا أدري يعني ما هي آلية الاتصالات، هناك قنوات اتصال كانت ولا تزال إلى حد كبير موجودة بين واشنطن وبيجينغ، أين يقع منصب وزير الدفاع في هذه الآلية؟ هل هي اتصالات بين الوزيرين، الدفاع في واشنطن والدفاع في بيجينغ، أم أن هناك ربما مستويات أقل من الاتصالات على مستوى وزارة الدفاع أو غيرها؟ لا أعلم تماما. نحن نعلم. الحقيقة هي أن وزير الدفاع لديهم اتصالات، فمثلا أثناء حادثة المنطاد وزارة الدفاع لم ترد على الهاتف، وربما سيرون أن الحكمة حين يتصل به وزير الدفاع بأن يرفع السماعة ويحاول حل التوترات بين البلدين. أستاذ إلهام، منصب وزير الدفاع يعني بغض النظر عن الجنرال لي شانغ فو، هل هو منصب مهم كما هو مهم مثلا في الولايات المتحدة أو في الدول الغربية الأخرى، أم أنه منصب يعني تقني أكثر من أي شيء آخر؟ نعم، في الحقيقة بالنسبة إلى المنصب وزير الدفاع في الصين، خاصة يعني لاحظنا اليوم تم تعيينه ليس فقط لوزير الدفاع الصيني فقط، بل أيضا هو عضو مجلس دولة في الصين، وهذا منصب كبير، وممكن نقول هذا منصب الأول في داخل مجلس دولة صينية. ولذلك يعني من الممكن أن تعيين هذا الجرار لوزير الدفاع وأيضا عضو مجلس دولة طبعا أكيد لديها إشارة لماذا؟ لأن الصين دائما تريد أن تعبر عن عزمه للدفاع عن النفس، وخاصة يعني عندما نتكلم عن قضية تايوان، فكان في سنة السابقة هناك زيارة لمتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان. وبالإضافة إلى ذلك يعني نسمع يعني هذه الأيام أخبار حول زيارة كبار المسؤولين إلى جزيرة تايوان الصينية أيضا. لذلك يعني تعيين جنرال لي شانغ فو لوزير الدفاع الصيني إشارة من الجانب الصيني إلى الولايات المتحدة بأن الصين لديها عزم كبير وقوي للدفاع عن نفسه والدفاع عن السيادة وأراضيها. ولكن بالإضافة إلى ذلك يعني أشير إلى أن هناك نظام عسكري كيف نقول مرتبطة بالحزب، وأيضا يعني هناك لجنة المركزية العسكرية لحزب الشيوعي الصيني. لذلك يعني ممكن نقول زي ما لاحظنا في حكومة الولايات المتحدة هناك رئيس الأركان، أيضا في الصين يعني هناك عدد من المسؤولين الكبار من الجيش الأمريكي، يعني يشكل نظام لترتيب أو لصنع القرار، وليس وزير الدفاع فقط، ولكن وزير الدفاع هو رمز للتبادلات مع الجهات الخارجية وخاصة مع الولايات المتحدة. يعني كما
تفضل ضيفنا من واشنطن، بس لأن هناك الجنرال لي شانغ فو لديه خبرة دولية قليلة تكاد تكون معدومة، يعني مسألة الاتصال مع الجهات الخارجية، البعض يقول يعني هذا ليس في صالحه، ما رأيك أستاذ إلهام؟ في الحقيقة يعني الخبرات دائما موجودة، في الحقيقة يعني نتكلم عن الأسباب المسمى بالأسباب لفرض الولايات المتحدة العقوبات على جنرال لي شانغ فو، لأنه كان يلعب دورا في التبادل العسكري بين الصين وروسيا، لذلك يعني مهما كانت التبادل مع الحلفاء أو مع الأصدقاء أو مع المنافسين يعني هناك خبرات واجد، ولكن بالإضافة إلى ذلك أضف بأن الجنرال لي شانغ فو أو أي وزير الدفاع الصيني عندهم طاقم كامل يعني تقديم الاقتراحات، وأيضا يعني كما قلت في البداية آخر قرارات من قبل فخامة رئيس الصيني ورئيس اللجنة المركزية العسكرية سيد شي جين بين، لذلك يعني الوزير الدفاع الصيني الجديد أو كما هو الحال لوزير الدفاع الصيني السابق لديها دور مهم في التبادل مع الجهات الخارجية. جنرال كيبت، كيف تفرق في التراتبية وفي مسألة صنع القرار؟ النظام مختلف، يعني اختلاف جذري بين الولايات المتحدة وبين الصين. في الولايات المتحدة الرئيس هو بالنهاية القائد الأعلى كوماندر إن تشيف، ولكن المسألة مختلفة في 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 الصين، كيف ترى الفارق في هذه المسألة؟ أنا لا أرى بالضرورة بأن هناك خلافا كبيرا على الورق، ولكن بالتأكيد أرى بأن هناك فارقا كبيرا في التطبيق. الحقيقة هي أن وزير الدفاع طبعا مثلا هو مثلا يتحدث مع الجنرالات الآخرين الذين هم تحته، هناك منطقة الهادئ والهندي، وهؤلاء طبعا عملهم يعود مباشرة إلى وزير الدفاع، ثم وزير الدفاع طبعا يطرح التوصيات على الرئيس. ولكن الحرب طبعا يقرر أو تقرر من قبل وزير الدفاع، ولكن ما أفهمه أن الصين مختلفة، فكما تحدثنا وقلنا فإن وزير الدفاع ليس مقاتلا ولكنه سياسي أكثر، وهو ليس فقط سياسيا ولكنه أيضا عالم، ولا أظن أن الولايات المتحدة ستقلق كثيرا بشأن هذا السيد لأنه أصبح وزيرا للدفاع، وطبعا فقط ربما لأنه انتهك كما قلت قرارات مجلس الأمن، ولكن كمقاتل أظن بأن وزير الدفاع هذا ليس مقاتلا لنقارنه مثلا بوزير الدفاع، فالمقارنة ليست عادلة. ولكن يبدو أنه يعني لديه بعض المزايا، بعض المؤهلات، بعض الخبرات. أستاذ إلهام، لافتة أنت أشرت إلى بعضها، يعني هو الآن مختص بسلاح الجو وفي الأقمار الاصطناعية والصواريخ إلى آخره، هل هذا يدل بشكل من الأشكال على أن الصين في المرحلة القادمة سيكون تركيزها منصب على هذه القطاعات؟ في الحقيقة الصين مركزة على تطوير هذه المجالات منذ زمن طويل، يعني منذ نجاح الصين في الاختبار النووي، وأيضا يعني في التطورات السريعة للصواريخ وأيضا لاستكشاف الفضاء. وفي الحقيقة أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، بأن تعيين جنرال لي شانغ فو لوزير الدفاع الصيني، إذا نتكلم عن الإشارة من قبل الصيني نتكلم عن الإشارة إلى الولايات المتحدة أو أي دولة يعني تعبر عن الموقف العدائي للصين، بأن الصين لديها الرغبة لتطوير المجال الدفاعي وخاصة في الأسلحة المتطورة، ومن اللازم لهذه الدول أن يقبل أن نهضة الصين في القدرات الدفاعي العسكري. وبالإضافة إلى ذلك إذا نتكلم عن التبادلات أو تبادل وجهات النظر بين وزراء الدفاع
الصيني والدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة بأن الصين دائما مفتوحة للتبادل وجهات النظر مهما كانت في حوار شنغريرا في سنغافورة وأيضا في الحوارات أو المؤتمرات في الدول الأوروبية. لكن في الحقيقة لماذا الصين كانت أغلق بوابة الحوار مع الولايات المتحدة؟ هذا ليس بسبب أن وزير الدفاع كان تعرض بالعقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة، بل وأن الولايات المتحدة اخترقت بالمصلحة الجوهرية للصين ألا وهي قضية تايوان الصينية. وبالإضافة إلى ذلك أضف بأن ما يسمى بمخالفة أو اختراق الجنرال لي شانفو لقرارات الأمم المتحدة، هذا الكلام أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة. الأمم المتحدة لم يعترف بهذا الشيء حتى الآن ولم يعتمد بهذا الشيء. لذلك يعني من الممكن أن أقول العقوبات المفروضة أحادية الجانب من أي جانب من الجوانب لن يخيف الصين أبدا. مارك، كانت يعني هذه الأمور تسير أو تجري في ضوء وجود مستوى عالي من التوتر بين الطرفين في عدة ملفات تايوان، أنشطة الصين في منطقة المحيط الهادي إلى آخره، وبالتالي الأمور الآن مع وجود هذا الوزير وهذه التعيينات هل ستزيد مستوى التوتر بين الطرفين؟ هذه التوترات سترتفع إذا الصين أرادت أن ترتفع هذه التوترات. الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة واضحون جدا بشأن ظروف الاستقرار في المنطقة والشروط بأن تبقى الأمور على حالها في المنطقة، ولكن كما قال ضيفك من الرياض فالصين تحاول أن توسع نفوذها وتحاول بكل تأكيد أن توسع قدراتها الهجومية، وتحاول أيضا مثلا أن تسيطر على أراض ربما لتغيير الواقع. نعم، إذن التوترات لو أنها زادت فهذا سيكون بسبب استمرار الصين في إرسال مناطيد تجسس فوق الولايات المتحدة وانتهاك النظام الدولي ومحاولة الالتفاف حول الاتفاقيات الدولية. الأستراليون والأمريكيون لا يريدون وغيرهم من الحلفاء لا يريدون رفع التوترات، ولكن إذا قررت الصين أن تستمر في الاستفزاز ورفع التوترات فالدول الأخرى لن يكون لديها بدائل إلا بالرد المناسب. أستاذ إلهام، هذه التعيينات التي نشهدها اليوم في الصين ربما حملة كبيرة يعني لم نشهدها في الآونة الأخيرة، لا تقتصر فقط على وزير الدفاع، هناك مناصب عديدة تم يعني التغيير من يشغلونها. على ماذا يدل ذلك، وخاصة أنه الآن الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب هم من أشد الموالين للرئيس شي، على ماذا تدل كل هذه التغييرات الكبيرة؟ نعم، أول شيء أريد أن يعني أؤكد على كلامي وأصحح ما قال ضيفنا من واشنطن. أنا قلت بأن الصين عظيمة في يعني ملتزم في تقوية القدرات الدفاع، ولكن ليس القدرات الدفاع لا يعني قدرات الهجومية، يعني زي ما لاحظنا من دولة معينة لنشر الغواصات في كل أنحاء العالم ونشر السفن الحربية ونشر القوات العسكرية والجنود في أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط. وإجابة على سؤالك، عندما نتكلم عن تعيين المناصب الجديدة أو المسؤولين الجدد، بأن الصين يعني الآن تسعى إلى تطوير القدرات مهما كانت للدفاع عن نفس أو عن الإدارة بالداخل. لذلك يعني خاصة عندما نواجه التحديد أو تحديات من الخارج، أقصد يعني الآن الولايات المتحدة وحلفائها أو ما يسمى بحلفائها ترغب في تشكيل حصار أو شبه الحصار في المنطقة بجوار الصين،
لذلك يعني من الممكن أن نقول أن الصين، وكما قال فخامة رئيس الصيني في جلسة الاجتماع قبل أيام، بأن الصين الآن تواجه تحديات وتهديد كبيرة من الخارج. لذلك يعني من اللازم أن يكون هناك المحاولة للتوحيد مهما كانت من داخل الحكومة أو من داخل الجيش الصيني. لذلك يعني أعتقد التعيين بالمناصب الجديدة هذا مفيد بالنسبة للحكومة الصينية لتشكيل موقف موحد لمواجهة التحديات من الخارج، وخصوصا يعني عندما نتكلم عن أزمات الآن مهما كانت في أوكرانيا أو الأزمات الأخرى. ففي الحقيقة يعني الصين الآن من الممكن أن نقول تواجه تحديات كبيرة بالمقارنة مع قبل 20 سنة أو حتى 10 سنوات، ومع اقتراب الانتخابات العامة من الولايات المتحدة قد يكون المزيد من التحركات أو الأعمال الاستفزازية من قبل الولايات المتحدة. لذلك يعني من اللازم أن تكون الصين مستعدة وجاهز لمواجهة هذه التحديات. مارك، ما رأيك في هذا الكلام؟ يجب أن تكون الصين مستعدة لمواجهة هذه الاستفزازات الأمريكية المتزايدة، ما رأيك في هذا الكلام؟ ما أود أن أقوله هو أنه الحروب كثيرة قد حدثت بسبب سوء تفاهم بين الأطراف، أطراف النزاع، وفي هذه الحالة الصينيون يعتقدون أن الأمريكيين استفزازيون، وهذا ليس صحيحا. فليس هناك أفعال فعلتها الولايات المتحدة مثلا لوقف طموحات الصين أو تطلعات الصين. فطبعا الصين الآن نرى بأنها تحاول أن تكبر أكثر فأكثر، ويكبر نفوذها، وتحاول السيطرة على مياه وأراض. وإذا كما قلت سيطروا على تلك الأراضي أو البحار، فإنهم سينتهكون النظام الدولي، وهذا سيشكل تهديدا لتايوان وأيضا تهديد لجيران الصين. ولكن أعتقد أن الصين ربما ستفكر كثيرا، فالصين طبعا دولة لم تستطع حتى هزيمة فيتنام الشمالية في الستينيات، وعليها ربما أن تنظر في قدراتها وربما أن توقف طموحاتها. يعني فتح موضوع جديد الجنرال كيمت، ربما كنت ترغب في الرد عليه سيد إلهام، لكن للأسف وقتنا انتهى. أود أن أشكرك الجنرال مارك كيمت، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون السياسية والعسكرية، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيفنا من الرياض الأستاذ إلهام لي، الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما.